يهلا فيكم أعزائي المشاهدين من جديد. يحدث كثيرا أن نسمع صوت الرجل يرتفع داخل أسوار المنزل، ربما كلما استاء أو غضب مهددا بالزواج من أخرى، كنوع من التهديد الذي يحاول من خلاله الضغط على زوجته أو الحصول على مكسب إضافي، معتقدا أن هذا الأمر سيمضي بسلام، وقد لا يدرك بأن هذا النوع من التهديد يصنفه البعض كنوع من التعنيف الذي يضرب في أعماق المرأة حتى وإن بدت من الخارج متماسكة. المزيد حول هذا الموضوع أكيد مع الأخصائية النفسية الدكتورة أروى عرب. ومساء الخير دكتورة أروى. مساء النور والسرور، يا هلا وسهلا أستاذة دلال. بداية دكتورة أروى حدخلك في الموضوع بشكل مباشر، السؤال الأهم، هل يعتبر تهديد الزوج بزوجته أنه يتزوج بوحدة ثانية نوع من أنواع العنف؟ طبعا يعتبر نوع من انواع العنف، لانه بس على السريع كده نعرف العنف. في ناس تعتقد ان العنف بس هو جسدي، العنف اي تصرف سواء كان مباشر او غير مباشر، لفظي او جسدي او معنوي او بالايماءات او بالحركات، فيعتبر التهديد بشكل عام نوع من انواع العنف اللفظي. فاكيد هو تهديد، اكيد هو عنف عفوا. طيب ليش بعض المرات يلجأ الرجال لهذا الأسلوب؟ هل هو يعني يفكر أنه يعني هل حيسويها بالحقيقة ولا بس ضغط نفسي أو مجرد من التهديد، أو ممكن يمهد لها الفكرة؟ طبعاً الشخص اللي يهدد شخص عنده عدم توازن نفسي أو صحته النفسية فيها بعض، يعني فيها خلل، لأنه أي شخص يلجأ لهذا الأسلوب معناته عنده قصور في الجوانب الأخرى، يعني في جانب الحوار، في جانب التفاهم. هل هي هذا هو هذا الحل الوحيد التهديد؟ أيضا هذا يعني ممكن يشير إلى وجود علامات عدم تقدير الذات وعدم الثقة بالنفس عند الرجل اللي يخليه يلجأ إن هو يهدد، ما عنده أي وسائل أخرى إن هو يتفاهم فيها مع زوجته فيلجأ للتهديد. طبعا هذا يعني يعتبر خطر نفسي أو يعني أسلوب غير لائق من الناحية النفسية، سواء التهديد بشكل عام سواء للأطفال أو للكبار أو للزوجة أو في مجال العمل. التهديد أسلوب غير لائق وغير أخلاقي، هذا من الناحية الأخلاقية والدينية، وأيضا ما بالك من الناحية النفسية لأنه بيأثر كثير على نفسية الفرد المهدد يعني. طيب أستاذ دكتورة أروى، كيف ممكن ينعكس هذه التهديدات؟ هل يعتبر أول شيء هذا نوع من الاستفزاز المكرر للمرأة؟ كيف ممكن يأثر على نفسيتها؟ طبعا أكيد التأثير بيكون سلبي، أبدا ما بيكون إيجابي، حتى لو المرأة واثقة من نفسها التأثير سلبي، لأنه ممكن يشعرها بعدم الأمان، ممكن يشعرها برضو انخفاض تقدير الذات والثقة بالنفس، إن زوجها كل شوية بيهددها معناته إن هو مو مقتنع فيها، في أي لحظة ممكن هي تفقده. ممكن تصاب بالاكتئاب، تصاب بالقلق المستمر، ففي عدة يعني اضطرابات نفسية أو عدة جوانب ممكن تؤثر على صحة المرأة النفسية من خلال التهديد. فيعني مفترض أنه ما يكون هذا الأسلوب المتبع بين الزوج والزوجة، لأنه إذا الزوج بيخاف على حياته الزوجية وبغاها تكون أفضل، المفروض أنه هو ما يقوم بهذا الشيء، لأنه هي أم أولاده، فبالتالي لما تكون هي مضطربة قلقانة حاسة بعدم أمان، حاسة بخوف، حاسة بقلق، بالتالي كيف حتصير حياتها اليومية وحياتها مع ابنها؟ أكيد حيكون فيها بعض أو الكثير من القصور، لأنه يعني إذا هي ما هي مطمنة وما هي مرتاحة ما حتقدر تنقل هذا لأبنائها، وتشعر بالعجز إنه هي ما هي قادرة إنه هي تقوم بعمل أي شيء، لأنه طبعا في مجتمعنا والمجتمعات العربية بشكل عام الرجال والرجل أو الموروث الثقافي والاجتماعي بيقول إنه الرجل له القوام وهو له الحق إنه يتصرف أي تصرف من غير ما يرجع للمرأة يعني. طبعا أكيد هذا كله حينعكس على استقرار الأسرة والاستقرار النفسي للمرأة، بس في بعض الرجال بعض المرات ما يجرأ حتى أنه يقول أني حتزوج عليك، أو حتى أنه يفكر أنه يهدد هذا الشيء، وفي بعض الرجال على أي مشكلة بيهددها أني أنا حتزوج عليك. هل هو يعتمد على شخصية المرأة؟ طبعا يعتمد عليها، وهي العامل يعني الأكبر بيكون على المرأة، لأنه إذا هي فتحت المجال من البداية أنه هي تكون عرضة للتهديد أو شخص عدم ما لا يقدر يعني أو ما حد يحترمه، فهي لها السبب الأول أو الأكبر في ذلك. يعني ما أقول هي عليها الغلط 100%، لكن هي اللي سمحت بهذا الشيء. لو من أول مرة هو هددها وهي تجاوبت معاه بطريقة فيها حزم شوية وعبرت عن نفسها وطرحت حلول أخرى
يعني إذا في شيء ضايقك ممكن نحن نتحاور نتناقش نتخذ أي أسلوب آخر بدون التهديد. هذا يعتمد على المرأة بشكل كبير، هل هي تسمح إنه تتخطى حدود، يعني شخص يتخطى حدود كرامتها ويصل إلى هذا المستوى إنه هو يهددها بأي شيء كان، يعني سواء طيب خارج المنزل أو داخل المنزل. نعم، عارفة دكتور أروى بعض المرات مثلاً إذا هددها أنها تتزوج واحدة ثانية ممكن تحكي لأمها وتقول لها لا اللي يتكلم ما يسويها. ففي بعض المرات حتى في مجتمعنا نسمع حتى أشياء غلط، يعني أفهم منك لازم حتى مجرد الفكرة أو حتى لو كانت بالمزح المفروض أنها تقف أمامها المرأة. صحيح صحيح. يعني هو ممكن يكون مزح، ممكن يكون فقط تهديد، هو ما بيسوي هذا، ما حيسوي هذه الخطوة، لكن هو عارف عفوا انه هي حتخاف او حتخضع اذا هو هددها بهذا الشكل. ممكن لا يكون فعلا انه هو يبي يتزوج، يعني احنا دحين ما نناقش يعني مشكله او نناقش موضوع الزواج باخرى، احنا بنناقش الطريقه او طريقه التعامل مع الزوجه وتهديدها بهذا بهذا الموضوع او بهذا الشيء. يعني استخدامها كورقه ضغط فقط لا اقل ولا اكثر. صحيح، يعني ممكن تكون كده، ممكن يكون هو فعلا يعني ناوي انه هو يتزوج فيقوم بتوصيل الفكره لزوجته عن طريق التهديد، يعني طيب او تصيد الاخطاء ويهددها انه هو يتزوج باخرى. طيب دكتور اروى، ممكن تعطينا بعض النماذج لانواع العنف اللي قد يمكن يراها البعض انها اشياء اعتياديه في الحياه؟ زواج الفتيات في سن مبكره هذا يعتبر عنف. أيضا بعض الأزواج بيهينوا زوجاتهم أمام، أو مو شرط تكون يعني إهانة بالضرب أو الشتم أو السب، لكن إهانة في التصرفات والحركات والمسح والتريقة أمام أهله أو أهلها. أيضا يعني بنشوف نماذج كثير إنه يعني مثلا بعض الأزواج بيحمل زوجته مسؤولية كل حاجة، وهو يعني يشوف نفسه أنه هو فقط له القوامة، هو الآمر الناهي. يعني أنا شفت مرة منظر في مكان تسوق، يعني الزوجة شايلة كل أكياس الشوبينج ومعاها أولادها حوالينها، ألا بيجر العباية ولا ماما، وهي شايلة طفل آخر وهو ماشي أمامها وشايل الجوال وقاعد يعني ما عارف إيش بيسوي. فهذا يعتبر عنف، يعني أنه هو سايبها وأنه هو مهملها ما بيقدرها، شايف ان الاولاد حوالينا شيء صايبها تشيل اشياء ثقيله وهو ماشي قدامها من غير اكتراث، يعني هي وهي وراه. فهذا منظر صراحه جدا يعني مؤلم ومحزن، انه نعم. طيب رجل يقبل على مرأته زوجته انها تكون كذا وهي كمان تقبل على نفسها. طيب اخيرا، ايش هي اهم نصيحه لاي مرأة تتعرض لهذه المواقف، خصوصا انه بعضهم يتفاعلون بشكل سريع لهذه التهديدات؟ طبعا ما في حل واحد او حل وحيد او قاعده لهذا الامر، لكن ممكن نقول نقطتين مره اساسيه. النقطه الاولى انه المراه ما تجعل اي شخص او الانسان بشكل عام ما يجعل اي شخص محور حياته، عشان لا يشعر انه هو اذا الشخص هذا حيختفي او حيروح او باي طريقه كانت هو حياته حتكون مهدده او ما حيكون في امان او ما حيكون في استقرار. نقطة ثانية، يعني ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم، يعني ربنا كرمنا، فمفترض أنه إحنا يعني نكرم أنفسنا وأنه إحنا ما نأخذ الأمور اعتباطا، يعني فمهم أننا نضع حدود، مهم أنه إحنا نشر الثقافة والتوعية بالحوار بين الزوجين، كمان تأهيل المقبلين على الزواج شيء مرة ضروري، عشان لما يوصلوا لمراحل زي هذه أو يتعرضوا لأي مشكلات يكونوا على وعي بالطرق السليمة والصحيحة في التعامل، سواء الزوج مع زوجته أو العكس. فمهم يكون في توعية، مهم يكون في استبصار بالنفس، يعني الإنسان عارف نفسه، نضع حدود أمام التعامل مع الآخرين أيا كانوا، سواء زوج أو غير هذا. يعني في بعض الأشخاص يعتقدوا أنه الأزواج يعني أنا وزوجي ما في بيننا حدود، لا، مهم يكون في حدود. نعم، حدود يعني غير حدود مع أشخاص الآخرين، بس مهم يكون في حدود وتكون واضحة جدا بين الطرفين، ما تكون حدود مبهمة. عموما هو الإيذاء فقط مو شرط أنه يكون إيذاء جسدي، ممكن كمان الكلمة بحد ذاتها تكون إيذاء نفسي ولها وقع أكبر. شكرا لك يا الأخصائية طبعاً النفسية طبعاً. الدكتورة أروى عرب، شكرا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر بعد الفاصل. في سيدتي بعد الفاصل، سيدتي يسلط الضوء على الأكلات الشعبية لأهالي المنطقة الغربية.